أهلا بكم. كبار وصغار في حفل تكريم عملاق الأغنية اللبنانية وديع الصافي الذي غاب عن حفل تكريمه لأسباب صحية. الفنان جوزيف عطية حضر وتحدث عن الصافي. كرمت مدرسة راس بيروت الدولية عملاق الأغنية اللبنانية وديع الصافي بحضور نجله جورج الصافي والفنان جوزيف عطية. وقد قدم طلاب المدرسة مجموعة من أشهر أغنيات وديع الصافي، وقد تسلم الدرع التكريمي نجله نيابة عنه إذ غاب لأسباب صحية. طمنا، كيف صحة الوالد؟ صحته على مستقرة الحمد لله، حتى حكيم العيون قال عيونه هلأ نظره السنة أحسن من السنة الماضية، بس بده نشاط هيك شوي. بس بالمرحلة الحالية ما عم يطلع أستاذ وديع من البيت؟ لا، مش عم يظهر من البيت، منفضل يعني يضل مرتاح أحسن ما يلقط له شي ترشيحة ولا شي شغلة ما بيحمل. هلا كنت بتمنى يكون موجود، بس رح أنقل له قعد صور، أنا حتى بتليفوني رح أنقل له الصورة إن الله راضي. هيك بيحب كتير هو هالشي، من جبر بخاطره لأن تعب ولاقى، نشكر الله. هل بيعتب وديع الصافي على جهة معينة لم تقم بتكريمه؟ إذا عاتب بيعتب على يعني على كل على إنه بسبب عدم تكريم كل الجسم الفني أو الانتباه لآخر كل الفنانين الأصليين، مش إنه لحاله، هو ما بفكر بنفسه يعني، وإذا طالب بيطالب لكل الجسم الفني. إنما شو بدي اقول لك يعني، الوطن بي كبير، اذا الوطن اذا بي الواحد مكرسح بيحمله على ظهره وبيتحمله حتى لو بده يضربه. بقى لبنان هذا بينا الكبير يعني، وكان بي ولا نحن وانتو بدنا نتحمله لان مشاكله كبيره هالبلد. خيره كتير، جماله كتير، بدنا نضلنا نحن صاينينه حتى لو اعتبنا عليه ضمنيا. دكتور وديع الصافي صار لنا يعني من اول ما طلعنا ومن اول ما بلشنا فن ومن قبل كمان بنحكي عن هالكبير وعن هالعملاق يلي مش رح نقدر نعطيه حقه، ان كان بفنه او ان كان باخلاقه وتواضعه ومحبته للناس. بيعني لي كثير اكيد وجود اليوم وعطول بحال الله مناسبه بتخص كبير من كبار لبنان، ان كان دكتور وديع الصافي وان كان ست فيروز وان كان هالعمالقه اللي ما رح ننسيهم بحياتنا، وهن يلي عطيوا بلدنا تاريخه الفن اذا بدك. مبسوط كتير وفرحان كتير وانبسطت أكتر هلأ بس سمعت هالأطفال عم بغنوا هالأغاني بهالطريقة الحلوة وحافظينها وعم بيأدوها بهالطريقة الرائعة الأكتر من رائعة. دي محظوظين نحن أنه خلقنا بعصر فيروز وصباح ووديع الصافي، لأن يمكن الجيل اللي قبل أو الجيل الجاي يمكن ما يكون عايش بعصر عايشوا فيه أهم عمالقة الفن العربي. هيدا نحن محظوظين ونحن علينا نعطيه للي بعدنا، وان شاء الله يا رب عن جد بالفعل بضل هالرموز وهالناس اللي غنت وقدمت هالفن بنضل محافظين عليها وبنضل محافظين على هالفن الراقي ان كان بالكلمه وباللحن. وانا قبل يعني قبل ما اقول عن الفن بحب الاخلاق والطيبه بهالفنانين الكبار يعني. التقيت بوديع الصافي، التقيت بالدكتور وديع الصافي، التقيت غنيت معه كمان يعني، شفت فيه هالانسان القريب اللي بحب الناس وهالتواضع اللي عنده. جربت اتعلم من انسانيته قبل فنه صراحه، وحلو يكون مدرسه باكثر من شغله يعني، عم بيعطيك يكون انسان محبوب وقريب للناس وفن حلو. من هلا لكل حياتنا الفنيه ان شاء الله رح اجرب قد ما في حافظ واقدم الاغنيه اللبنانيه وخليها توصل لاكبر عدد ممكن من الناس العالم العربي والعالم كله اذا الله راد. والان ننتقل لمتابعه مجموعه من الاخبار الفنيه في هذه البانوراما. بعد الجزائر
شهدت بيروت احتفالية إطلاق رياض قصري للمرة الثانية كليب أيام آخر أعمال والدته المطربة الراحلة السيدة وردة الجزائرية، وذلك في مؤتمر صحفي حاشد استضافه مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي في مدينة بيروت برعاية فرانسا بانك، وبحضور فريق عمل الأغنية الشاعر منير بوعساف، الملحن بلال الزين، المخرج مؤنس خمار، الممثل حسن كشاش، والناقد الفني الدكتور جمال فياض، وعدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية عربا ولبنانيين. القصري أعلن خلال المؤتمر عن البدء بالسماح بعرض الكليب على الفضائيات اللبنانية والعربية في وقت واحد. نجتمع اليوم على محبة الفنانة الراحلة وردة لنشارك بإنجاز آخر، بإنجاز آخر عمل فني لها، ونذكر أن للفنانة الراحلة هوية لبنانية كما لفرنسا بانك هوية جزائرية عبر مصرفه الشقيق فرنسا بانك الجزائر. وقد أتت هذه اللفتة كوننا نشاطر القيم نفسها، والفنانة الكبيرة السيدة وردة كانت وستبقى دائما رمزا مهما من رموز العلاقة التاريخية وربط الود والمحبة بين لبنان والجزائر. الكليب هيدا عبارة عن جسر، مثل ما قال السيد الرئيس، ستي لبنانية وجدي جزائري، يعني وردة امها لبنانية وابوها جزائري. الكليب هيدا عبارة عن جسر ما بين لبنان وجزائر، يعني ملحن مؤلف لبناني، إخراج منتج منفذ إنتاج في الجزائر بإمكانيات جزائرية، هو أيضا جسر ما بين أجيال. وردة بخبرتها بسنها بمكانتها والتعامل مع جيل جديد، فكل واحد بيقرأ هذا الفيديو كليب على طريقته وإن شاء الله عجبكم. انتخب الممثل السوري جمال سليمان ضمن الائتلاف الوطني السوري المعارض، أكبر تشكيلات المعارضة السورية، فاسمه كان متداولاً قبل أيام باعتباره أحد المرشحين البارزين لنيل عضوية في مساعي الائتلاف التوسعية. جمال سليمان نال 45 صوتاً، أي بشبه إجماع المصوتين، ليكسب الائتلاف واحداً من الفنانين السوريين المعروفين الذين رفعوا صوتهم مطالبين بالإصلاحات. معرض للفنانة التشكيلية الفرنسية لورانس بواسيونين استضافته جامعة البلمند، ويضم 46 لوحة تراوحت بين التجريدي والواقعي، حلقت فيها الفنانة في فضاء الأنا وأودعتها خلاصة ذكرياتها وأفاق أسفارها وتجاربها الذاتية. كل ذلك صورته بواسيونين في لوحاتها كما يحلو لها، لا كما عايشته فعلا. وفي خضم رحلتها الاستعادية لمختلف نواحي حياتها التي أطرتها بأبهى الخطوط والألوان الإبداعية، لم تنس بواسيونين عشقها لفن الخط العربي والكتابة العربية، فخصصت لهذا الفن الراقي حيزا مهما شغل بعضا من لوحات معرضها المستمر لغاية 31 من الشهر الجاري. هذا كل شيء في نشاطنا الفنية لليلة، شكرا لمتابعتكم.